شباب جوالات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأكثر تأثيرا، حيث نأتيكم كما عودناكم كل أربعاء بعد صلاة المغرب. نستمتع حقيقة بتلك الأفلام القصيرة تؤثر علينا ونحن في سباق ما بين الإثارة والتأثير. وشكر حقيقة لوقف الحياة ومكتب المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي، حيث رعى هذا البرنامج ويستمر برعاية العديد من البرامج على قناة بداية، والذي فعلا كان له أثر في تعزيز مثل هذه المفاهيم الجميلة. فشكرا لكل من كان له بصمة لذيذة حقيقة وذكية في إثراء هذا المحتوى الفيلمي للعالم في عالمنا العربي، لأننا نؤمن إيمانا كاملا بأن صناعة الأفلام أصبحت صناعة عالمية، ونحن نسعى حقيقة حتى في رؤيتنا القادمة في المملكة العربية السعودية في 2030 أن تكون يعني رؤيتنا عالمية، ليس فقط محلية وإقليمية، وإنما نصل للعالمية بكثير من المبادرات الجميلة من جميع القطاعات. وهذا دورنا حقيقة في قنواتنا الفضائية وإعلامنا، وكذلك من أفرادنا الذين هم أساس بناء هذه الرؤية والوصول إليها لنكون الأفضل بإذن الله خلال 15 سنة قادمة، ويجب فعل كلنا بصمة إيجابية. طبعا أنا أعلن هذه النتيجة أو نتيجة حلقة الأسبوع الماضي، لأن فعلا بدأت الموازين يعني تتعادل، وأصبح التحدي الآن في يوم الثالث في الترشيحات ما بين الفرق الثلاثة، أصبح التحدي كبير. يعني الأسبوع الماضي من فاز منكم؟ سينما عيال. والأسبوع هذا قد يفوز سينما عيال وتنحاس عليكم ترى على فكرة يا شباب. وإذا فاز واحد منكم بيصير في تحدي وفي تنافس، والثالث سيبقى أيضا أمام تحدي اليوم لازم يفوز. لذلك ستكون المعايرة والمعايير بينكم جدا دقيقة، فالتحدي أمامكم. واليوم أنتم مستعدين أيضا بأفلام سويتوها وكلها كانت ذكية، وأنتم عارفين والجمهور عارف أن اليوم حديثنا عن أثر الفساد في المجتمع، خصوصا الفساد الإداري. والله يعطيكم ألف عافية، شاركتم بثلاث أفلام أنا سمعت أنها جميلة، لكن احنا بنشوفها الحين، وعندي لجنة تحكيم ستحكم عليكم قبل يعني قبل نعلن نتائجها. طبعا ما راح اقول لكم من الفائز اليوم، لكن خلوني ارحب اول شيء بلجنة التحكيم. ابدا من اليمين، استاذ ابراهيم الرؤساء حياك الله. الله يحييك، شكرا ابو الرحمن. عودة الحميد اول شيء، الله يحفظك يا رب، انا فقدناك الفترة الماضية. الله يسلمك. وحتى متسابقين يقول وين ذاك الناقد الصاخب والصاخب في نفس الوقت، وزعلانين درجاتك جدا منخفضة. والله ان شاء الله نشوف درجات عاليه اليوم يا رب ان شاء الله يا رب. ايضا شاركنا الاستاذ عبد الرحمن الويحق، هو اعلامي كذلك ومدرب ومهتم بالشان الاعلامي، وحياك الله. يا اهلا وسهلا، حياك الله اخي فهد. الله يسعدك. ومشاهدينا الكرام، والاجمل فيها انك رئيس لجنه التنميه في عرقه، صح ولا لا؟ واليوم ايضا حديثنا سيكون جزء من التنميه الداخليه على مستوى الاحياء لدينا، وهذا دور لجان التنميه لدينا. صحيح. فبالتالي نظرتك اليوم تكون نظرتين، نظره اعلاميه ونظره توعويه. هل هذه الافلام تساعد في تعزيز مقيم مجتمعية ومواطنة صحيحة لدى مجتمعنا؟ بإذن الله إن شاء الله. أنا مستعدين لها. مستعدين إن شاء الله. محمد مطرودي يعني. محمد مطرودي يعني تجمع ما بين أشياء كثيرة، مسؤولية اجتماعية، إعلام، واهتمام بكثير من المجالات. الله يسعدك إن شاء الله. واليوم أسبوعنا الثالث إن شاء الله نرى إبداعات في هالجانب، خاصة إنه جانب حساس. يا رب. الشباب ثلاث فرق أمامي، حنا كذا وفنون سينمائية وسينما العيال. محمد عتباني حياك الله، الحمد لله على السلامة، جاي من جدة كمان. بالضبط. نعم. السلام مبارك. العنزي حياك الله يا مرحبا. جاهز؟ ما يحتاج. الساعة مباركة. طيب الله يسلمك. بس وين الترز اليوم ما جاء؟ والله حبينا نغير شوي. تغيروا اليوم خلاص. وش دورك في فريق العمل؟ أنا المصور. أنت المصور يعني اليوم ترى النقد بيكون في هذا المجال اليوم إن شاء الله. خلاص؟ طيب. أنا ما ودي صراحة يعني أعلن، أبى بضيق صدوركم زيادة، وواضح أنكم مرتبكين، واضح أن في ناس واثقين أنهم فايزين، فما أدري والله. بس ودي قبل ما أتكلم حقيقة اليوم أبى أخذ رؤية اليوم. أستاذ عبد الرحمن شاركنا اليوم الله يعطيه العافية وشرفتنا، وأنت اللي كنا ندرس وياك عن الأوقاف وأثرها في المجتمع. وقف الحياة قدم الكثير حقيقة من هذه المبادرات ما شاء الله، ويعطيهم ألف عافية. هو وقف في مكة قيمة 22 مليون ما شاء الله. بدورك أنت يعني مثل هذه الأوقاف كيف ترى أثرها على مستوى المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الوقف يعني حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما من صحابي لديه قدرة إلا وأوقف. وكانت الأوقاف في عهد النبي النبوة عبارة عن آبار، وبعضها نخيل وبعضها
مباني، واستمرت لها إلى هذه اللحظة. ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لا زال وقفه موجود حتى هذا اليوم. جميل. ورأيه مستمر. فالوقف حينما الشخص يسبل المنفعة ويوقف الأصل، فإن العوائد في الأجر لا تتوقف. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها صدقة جارية، وأعظم الصدقات الجارية هي الأوقاف، فهي هي المستمرة يعني إلى أن يشاء الله عز وجل. وذلك يجري الله عز وجل على الواقف حتى وإن توقف الوقف نفسه، إن الله عز وجل يأجر على نيته فيستمر هذا الوقف إلى يعني ما لا بإذن الله. طيب محمد، أيضا ودي أسألك على موضوع الوقف، يعني وش الأشياء اللي ممكن يعني من مبالغ الوقف واستثماره، ما الأشياء اللي ممكن يخرج فيها؟ يعني أنا عندما أوقف وأدفع 100 ريال، ما الأشياء التي ممكن أن تقوم بها مثل وقف الحياة أو غيرها من الأوقاف للمجتمع حتى تشجعني حتى أدفع هذه المبالغ؟ أخي عبد الرحمن ذكر نقطة حساسة جدا يوم ذكر وقف عثمان بن عفان إلى يوم رضي الله عنه إلى يومنا هذا موجود، فيدلك أن 100 ريال لو أنت دفعتها الآن قد تستمر إلى آلاف السنين، ما هو اليوم، يعني قد تستمر في بذل معطيات جدا كبيرة، سواء من جانب العلمي، سواء من جانب اللي هو دعم الفقراء، سواء من دعم أي جوانب تخدم المجتمع، سواء من دعم الجامعات، سواء من دعم البنية التحتية، تخدم أشياء كبيرة جدا. فالآن تعرف الفترة بين عثمان بن عفان فترتنا قرابة 1400 سنة، صحيح. شوف الوقف ما زال يريع، فما بالك أنك دفعت 100 ريال بعد عمر طويل توفيت، احسب مدى استمرارية هالوقف. يعني 100 سنة 200 سنة العمر الافتراضي له ما زال عندك دخل جدا عالي. طيب سيد إبراهيم، أيضا وش البرامج اللي ممكن يعني يتوقعها الواحد الموقف المتبرع، ما البرامج التي قد يخرج منها من هذه الأوقاف؟ أنا أعتقد الموضوع الوقف في وقتنا الحاضر يجب أن يذهب إلى الاحترافية أكثر. أحسنت. والعمل المؤسسي أكثر صراحة. يعني الدولة الآن تتبنى مشروع ضخم، رؤية 2030، فلو كان من ضمن هذه الرؤية وجود مؤسسة تعنى أو هيئة تعنى بالأوقاف، وأظنها موجودة تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية، ولكنها تحتاج إلى تفعيل أكبر. قضية الأوقاف قضية كبيرة جدا، كاد كل فرد اليوم يستفيد من هذا الوقف، مثل ما تفضل زميلنا عبد الرحمن أن قضية الوقف قضية متعدية إلى الغير، يعني وتصل إلى مئات السنين. اليوم مثل وقف الحياة الله يعطيهم العافية، بسبب أنهم لديهم وعي كبير ظهروا للإعلام بضرورة أن يعني ينتشر قضية الوقف، وما شاء الله 22 مليون لو وزعناها، لو 22 مليون شخص دفع ريال واحد غطي الوقف بالكامل. هذه قضية. قضية أخرى صراحة، الإعلام من الضروري يركز على قضية الوقف، وأن يكون هناك تخصص اسمه الإعلام الوقفي، ممتاز، يركز عليها، يوعيها، برامج مثل ما يشوف من يوقف الحياة. وهذا إحنا بنشوف الحين بعد شوي. أنا بأخذ رأيكم بعد أنتم يا شباب، وبسألكم كمتسابقين إيش دوركم حقيقة في تعزيز مثل هذه المبادئ. يمكن الحلقة الأولى الله يعطيكم ألف عافية لما تكلمنا عن أثر الأوقاف والصدقة كانت لكم أثار جميلة، وإن كان نقدنا كبير عليكم من لجنة التحكيم لكن احنا بناخذها. طيب أنا سأعلن النتيجة للفائز الأسبوع هذا، وطبعا كان الأقل درجة طبعا أنتم عارفين كان فيه تصويت ما بينكم، أعطهم الدرجة على طول. لا الأقل درجة، خلى واحد ذيك صدره من الأقل درجة في تحكيم لجنة التحكيم والدرجات كان، أنا احترقت أعصابي، سينما العيال. أوه ما يستاهل. أخذت 77. ما يستاهل. جيد. وقدامكم تحدي، بس تراكم أنتم على فكرة كنتم الحلقة الماضية رقم واحد. كنتم 177. فقلت لكم الآن صارت الموازنة تلخبط كثير. عشان تغير شيء كثير الأسبوع الماضي لما ما حضرت. ايه كثيرة صار في ضغط نفسي على الشباب وتحسنوا، في ناس تحسنوا، في ناس كانوا واثقين من انفسهم كثير. فيعني ما ادري، تحدي امامكم سينما العيال. طبعا الاسبوع الماضي انتم المعلومين كان في خطأ في موضوع التصويت الخفي اللي بينكم، وعدلناه، لان فنون سينمائية صوتوا الحنة كذا ب50، وسينما العيال صوتوا الحنة كذا كذلك ب70، أما حنا كذا صوتوا لفنون سينمائية ب70، فخذوا 120
اللي هم حنا كذا، ال 120 هذا التصويت الخفي، و 70 اخذوا فنون سينمائيه، لكن لجنه التحكيم اعطت الدرجه الاعلى لفريق حنا كذا. سامي النزيه مبروك، الله يبارك، اخذت 94.6% وفنون سينمائيه اخذت 80 في اتحاد تصويت اللجنه، فبالتالي يكون المجموع 214.6 الحلقه الماضيه و150 لفنون سينمائيه. طبعا احنا كذا 214 وفنون سينمائيه 150، سينما العيال فقط 77. طبعا لازم تجمعونها انتم مع الحلقه الماضيه درجاتكم على تطلع النتيجه النهائيه، ولعلنا ان شاء الله لو قدرنا المخرج الله يعطيه الف عافيه يطلع النتائج في نهايه الحلقه اليوم، عشان نعرف ان اليوم ايضا امامنا تحدي. طيب بسم الله نبدا اليوم وجاهزين، واول فريق معنا بيكون معنا احنا كذا، محمد ناصر معنا احنا كذا صح؟ جاهز؟ الان احنا كذا وحديثهم عن 4.98. ما ندري ايش معنى هالعنوان، هذا عنوان فيلم احنا كذا، وسامي العنزي متوتر الحين، وبنشوف نسبة الابداع، وعندي لجنة التحكيم هنا، لجنة التحكيم ستقيم في المشهد الافتتاحي والمونتاج والصوت والمكساج والسيناريو والجودة العامة والرؤية الإخراجية ومشهد الختام والتأثير الدرامي للمشاهد، ومجموع الدرجات كلها سيكون 100، ستجمع في نهاية الحلقة وتعلن الحلقة القادمة. نشوف الفيلم مع بعض. حياكم، اعتقد ان في وقتها، الوقت هذا وقت اختبارات وعفوا وقت نتائج وقبول وجامعات، وفعلا مثل هذه المشقات تكون وهذه مؤثره، فاليوم بنشوف هل هذا الفيلم مؤثر او لا. خلونا نشوف لجنه التحكيم. جاهز سامي؟ يلا محمد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اصحابه اجمعين. الفيلم ما شاء الله جدا ابداعي، خاصه الخاتمه عندك كانت اللي هي حولت الفيلم من نمط كان عايشينه بشكل سلبي الى طريقه المثاليه لطريقه التعامل مع هذا الجانب. كان الاسم جذاب. ايش قصدك بهذا الكلام؟ يعني قصدنا الشكوى وما كان هناك صرف صوت ولا مثلا اثر سلبي؟ يعني كان في اثر سلبي، نقاش بين الشخص، وبنفس الوقت انه قال انا بتخذ الاجراء المناسب ولا الطريقه المناسبه واتجه للجهه المختصه. ممتاز. في درء هذا الجانب، فكان الفيلم ايجابي الى نهايته. كان الاسم جذاب، الشخص مباشرة يستطيع أنه يجذبه المسمى. بعض المواقف كان باستطاعتكم أنكم تكسرونه، كان فيه شوي الحوار كان إنشادي، ما في أي حوار، فكان لو قلل كان ممكن تكون فترة الفيلم تكون أقل شوي، لكن أنا عجبني الفيلم. جيد. أستاذ عبد الرحمن. حقيقة رسالة الفيلم رائعة، وهي الدلالة على قضية حث الناس على الاتخاذ الجراء النظامي في قضية مكافحة الفساد، وهو يعني فتح مجال للناس وطرق الجهة القانونية، وهذا يعني الهدف من ذا. وصلت له برسالة قصيرة مميزة. الحقيقة الفيلم في مجمله جميل، اللهم إن كانت الخاتمة، كانت خاتمة جميلة، ولكن تفاعل الشخص ما كان بشكل مطلوب، يعني التمثيل ما كان جيد. أي نعم، الرسالة جت كأنه يقرأ يعني رسالة عادية، ما كان يعني فيها استبشار ب الانتصار او قضيه يعني ايقاف الباطل او ايقاف الفساد. فما كانت الرساله الاخيره تحتاج الى شوي تعديل. جيد. استاذ ابراهيم. الله يعطيكم العافيه، احنا كذا ما زلتوا صراحه مبدعين. الله يبارك. والفيلم هذا يؤكد انكم فيها عمليه تطور كبير في قضيه المحتوى، انا يهمني المحتوى. الله يبارك. لا اتحدث عن جوده التصوير، ما شاء الله جوده رائعه جدا، الصوت جيد، انتقالاتكم سريعه. كنتوا في الأسابيع الماضية لا انتقادكم فيها بطء شوي. خانكم فقط قضية استخدامكم لغة الإشارة. لغة الإشارة، لغة الجسد، هذه لغة صعبة، إذا ما أتقنتها بتنعكس سلبا على الحديث. فهناك حديث صامت في على طاولة الاجتماع لا يعكس أبدا الذي تريدونه، هو يعكس عكس ما تريدون رسالة توصلونها. فلغة الإشارة مهمة أنكم تتقنونها لأجل أن تبعثوا برسالتكم بشكل واضح. أنا أريد أن أعرف عنوان الرسالة التي تريدون الوصول لها، هل الواسطة فساد؟ نعم. هذه؟ نعم. إذن صراحة أبدعتم، والختام كان رائع جدا، وأنا أختلف مع زميلي عبد الرحمن أن الورقة التي وضعتوها هي ورقة رسمية من هيئة مكافحة الفساد نزاهة، وأنتم كانكم تذكرون الناس بهالورقة هذه، وهي الخاتمة التي تريدون أن تصل للجمهور. فقط هي قضية لغة الجسد، اتقنوها مرة أخرى واقرأوا فيها كثير، لأنها
لغه صعبه وشايكه في نفس الوقت. موفقين ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. بس لاحظ ان ملاحظه عبد الرحمن هو على الخطاب الاخير، ها؟ على الرساله التي وصلت اللي وصلت اللي وصلت للمسؤول. أيوة. ان المسؤول نفسه او عفوا الشاب اللي اشتكى اللي اشتكى جت الرساله. أيوة. بانه تم ما تفاعل معها بشكل المطلوب. ما فرح يعني. أيوة. هذا كانت رده فعل، لان انا نفس الشيء يعني ما لي دخل في التحكيم. ممتاز. بس لاحظت فعلا انه الفرحه ما كانت بذيك المستوى، لان فعلا صار صار الحق على الباطل في هذه اللحظه يجيك رده فعل. سامي ايش تعليقك؟ اول شيء ليش اخترت الوقت هذا موضوع القبول الجامعي؟ والله اخوي فهد الله يهونون الشباب. نعم. الوقت هذا مثل ما قلت وقت القبول الجامعات. نعم. وفي عندنا جامعات ما ودي اوضح فيه نسبه الطلاب قليله نسبه القبول. صحيح. نعم. اي فاحنا استدركنا وقت هذا فقلنا جيد خلها تمشي على الجامعه. لا بس انا اقصد يعني احيانا انا مؤمن بكلامك في موضوع الجامعات، لكن اعتقد ان انا مش فلان امدح حقيقه وزاره التعليم، كل وزاره اكيد عندها خلل معين. اكيد. لكن انا اعتقد ان صار القبول الان الكتروني، صار من الصعب جدا التلاعب في قبولات الطلاب. صحيح. والطالبات. هل تعتقد يعني اختياركم لهذا الشيء لنظرا لحاجه المجتمع الان، ولا نظرا ل يعني ان هناك مشاكل فعليه في وزاره التعليم، ليش اخترتوه؟ والله نقول في مشاكل. في تعتقد إيه؟ ذلك يعني إيه؟ ترى ان في مشاكل الان. نعم. وجهه نظرك الشخصيه وانعكست على الفيلم اللي صدقت. طيب نشوف عاد التحكيم. الله يعطيك العافيه. الحين نحتاج ايضا تقييمكم انتم يا شباب الخفي، يفترض كل واحد منكم الان يعطيني تقييمه لهذا الفيلم اللي شاهده. طيب الفيلم الثاني جاهزين له يا شباب؟ طيب نشوف الفيلم الثاني. بيكون معانا فريق سينما العيال، فنون سينمائيه عفوا، فنون سينمائيه محمد عتباني. شوف يا محمد يعني تحدي امامكم انا، لازم تفوزون اليوم الميدان يا حميد، لازم تفوزون. والله لكل مجتهد نصيب. زين، لان ما شاء الله احنا كذا سنه من العيال ماخذين درجات الاسبوع الماضي الاسبوع هذا، فالتحدي امامكم الان. اليوم انتم سويتوا فيلم عن الواسطه، ونشوف عاد ايش دور الواسطه هنا، مع انه يعني 4.98 داخله فيها الواسطه شوي، بس بنشوف كيف انتم عالجتموها من خلال الفيلم اللي انتم سويتوه. نشوف مع بعض الفيلم ونحكم عليه. حياكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، شفنا الفيلم وهذا الواسطه وفنون سينمائيه وقدامهم اسبوع، محمد عتباني قدامي. اعتقد الان امامك لجنه تحكيم قاسيه شوي، نشوف ايش يقولون. نبدا بعد الشيخ عبد الرحمن الواعق، رايك في هذا الفيلم؟ والله هي الحقيقه أو شيء كثرة المشاهد، كان ممكن تستغنون عن كثرة المشاهد بإيصال رسالة بأسرع وقت. بس تراهم كويسين، هذا دقيقة و 59 ثانية صح؟ إي. فيلمكم كم كان مدته؟ هو الفيلم حقيقة أي. كان 3 دقائق. إي 3 دقائق. فالمشكلة إنه حاولنا نقصر الموضوع. كم صار الآن؟ ظلمت التقصير لأن كثرة المشاهد. كم دقيقة محمد ناصر؟ دقيقتين وثانيتين. كم؟ دقيقتين وثانيتين. دقيقتين وثانيتين. الآن فنون سينمائية كم؟ دقيقة و59 ثانية، جود، ممتاز. لكن الشباب كان دقيقتين و59 ثانية، وهي ترى بتنحسب عليكم في تقييم اللجنة بعدين. إي فكانوا ترى مقصرين الحين، تبي تقصرون زيادة؟ لا أنا ما تقصير، أنا أقصد المشاهد الدرامية. أي. والوقت. كثرة المشاهد أو كثرة اللقطات. اللقطات هي. كانت كثيرة، وهذا ممكن التقصير اللي صار لهم اللي ما خالف. في المشهد الاول كان بين اللي في الشركه والمتقدم على الوظيفه الشاشه بينهم. فكانت مسويه فاصل كبير بين يعني ما كانت الشاشه فوقها الصحيح، الا اذا كان متعمد يعني انه اساسا في علويه وفوقيه، هذا شيء ثاني. انه ديكور مكتب، يعني هذا اصلا اوريدي مكتب انتاج اعلامي. ايه. فاصلا هو المكتب اصلا صغير. ايه. واحنا انا اخذناه ايجار. يعني مو بلازم الشاشه، ممكن تحط في ما هي ديكور، انا ما اقدر العب فيه. أيه. انا ملتزم بالديكور الموجود. من اللي ملزمك؟ من اللي ملزمك بالديكور؟ نفس الشركه، انا ما اقدر اغير شيء يعني. وحتى الشاشه ما تقدر تنزلها تحت؟ نهائي. نهائيا؟ نهائيا. طيب ترى هاي تنحسب عليك ترى يعني. مسمرينها بالمسمار كيف انزلها؟ طيب ايضا تقريبا هذه يعني الرساله جميله في الفيلم وواضحه. ليتكم اخترتوا عنوان غير الواسطه، يعني اوهمتم في العنوان شوي. أيه. او جملتم فيه. الحقيقة تشكروا على الفيلم، يعطيكم العافية. أستاذ إبراهيم، ترى الواسطة مو بدائما شينة يعني، الواسطة أحيانا ننظر لها بجانب إيجابي قد تكون جيدة. الواسطة اسمها الشفاعة،
أنا ممكن أشفع لشخص لأنه يستحق هذه الوظيفة أو هذا المكان أو هذا كذا، ليس شرطا أن تكون إلا إذا كان تثبت بضرر، هذا ممكن تكون سلبية فعلا. لكن بالمجمل هي ما هي، أزعجني كثير صوت الكرسي صراحة، صوت الكرسي المتحرك هذا أزعجني كثير، شتتني، حاول أركز ماني قادر. الأصوات، التداخل، فهمت الفيلم من بعد الاتصال، تلو خذ التلفون وكلم خلاص عرفت الباقي، وقف الفيلم عند هنا. أنا بالنسبة لي ما أضاف لأي جديد، اللهم مثل ما تفضل زميلنا عبد الرحمن، مجرد أنه كرر أعطاني كثير. السيناريو يعني رأيك إبراهيم لو وقف عند الاتصال هذا خلاص، لو وقف عند الاتصال خلاص فهمت. اختصر يا حبيبنا اختصر يعني جيد. احنا الاتصال هذا يوضح الباقي. خليني أكمل بس، خليني أكمل. السيناريو صاعق بالنسبة لي، صاعق زين، تمنيت أنه واقعي، ما هو واقعي. المدير العام والموظف المسؤول عن يبدو عن الموارد البشرية الشخص هذا والمدير العام ما راح يسوون كلاش ما بينهم قدام جيد، اذهب للتحقيق، انت فاسد كذا، ما تجي ابدا. بعدين هاجب، شوف مسؤول الموارد البشريه ما اعطى ضوء اخضر للتوظيف الا عنده صلاحيات، بالتالي يا المدير العام ترك انت الحين، ترك انت الفاسد، انت حطيته واحد فاسد، بالتالي حاول دائما في رسالتك انك توضح انه العمل اللي هذا سواه غلط وهذا ممكن يصحح له له، بغض النظر عن كون هذا يعني اجنبي. ما حبيت الاسقاط هذا ان يكون هذا اجنبي وان هذا سعودي وكذا. الفيلم بالمجمل رائع وجيد، لكن متأكد من إمكانكم صنع أفضل وأجود. إحنا يعني تعليقك على إحنا يعني اخترنا المشاهدة بعدها لأنه إحنا نبغى نوضح إنه في أحياناً يعني هذه القصة اللي صارت فعلياً قدامي قبل إنتاج الفيلم بأربع أيام. كنت أنا بقدم على وظيفة في شركة برضو، شركة إنتاج إعلامي، وصارت نفس الموضوع. كان في شخص لا عنده أي شهادة، ما عنده حتى خبرة، بس جاء عن طريق إنه والله ولد خالته في MBC دخل، ما أعرف يعني شيء كان فيه يعني واسطة واضحة في الموضوع. وغير كنا إحنا أكثر من شباب، أكثر من كم شاب كنا إحنا موجودين. يعني الفيلم يعبر عن أحداث حقيقية، ليش تذكرتها طيب؟ أي ما هو يعني صعب إنك أحيانا تذكر يعني مصادر أو أسماء. لا أكيد ما راح تقولها أكيد، لكن أنا أتكلم إيه؟ أنك أنت الآن إيش سويت؟ يعني إحنا الفكرة أن الفيلم وضحت من بعد الاتصال أنه خلاص عرفنا الواسطة. طبعا ملاحظة أستاذ إبراهيم مهمة جدا، بأن الواسطة هل تعتبر فساد في حد ذاته ولا هي تعتبر من الشفاعة الحسنة إذا لم تكن مضرة؟ طيب ودنا إحنا علمتنا وش معنى الواسطة، يعني الفيلم إيش الأثر اللي صار بعد ما شالوا هذا حطوا هذا، فهمتني؟ يعني تخيل لو أنت سويت سيناريو مثلا أنه حطوا واحد غير مناسب، الشركة خسرت، تأثرت الجهة بسبب وجود هذا الشخص الغير مناسب في مكان غير مناسب له، فبالتالي أثرت هذه الواسطة، وكيف أنه ممكن يتوسط له، سود وجهه يعني صحيح. كيف أنك تعلمني وش الآثار المتبتة صحيح عليها؟ السيناريو أصلا كان أطول من كده، هو بس إحنا اللي حاكمنا كان الوقت وهذا التحدي الحين. أنا عندي أنت تقول سيناريو أطول، وعبد الرحمن يقول نصف الفيلم ما نحتاجه، إبراهيم يقول لك بعد ما جت صار فهمت آخر القصة. عرفت؟ ترى احنا قاعدين احنا نبي فعلا شيء مؤثر. لما اشوف المقطع هذا اروح ارسله فعلا لمديري اللي مثلا ممكن اسوى واسطة غلط، اقول شوف ايش صار، ترى ممكن يوم يطلع لك الاثر هذا. ارسله لابوي مثلا، ارسله لاخوي اللي مدير شركة، اقول ترى انتبه، ترى ممكن تسوي واسطة غلط وبسلبية وتكون اثرها سلبي. فهي تحتاج الى تكة بسيطة. نجوم استاذ محمد الله يسعدك وشكرا لكم على هالفيلم. أنا أعتقد الآن عندكم موقف جدا أصعب من السابق، لأنه أعتقد أنا من النوع اللي يركز على الاسم أحيانا كثير، فأعتقد أنه تقليدي ما يجذب الشخص، لمجرد ما أشوف الواسطة ما راح يعطيني دافع أني أدخل الموقع المقطع. الصوت كان من تقريبا من مقاطعكم السابق، وعندكم مشكلة الصوت هذه اللي هي مشكلة الصوت الخارجي، ما فيه جودة من ناحية جانب الصوت أو الجانب الصوتي. بالنسبة للصوت أنه أصلا كان الشركة يعني موقع الشركة كان على الشارع على طول. مشكلتك مع الشركة يبدو. هي كانت موقع الشركة شوية صعب، لأنه إحنا بنصور نسمع صوت السيارة. غير مكان. بالنسبة للمشاهد، المشاهد أو أنا كمتلقي، ما يهمني الأحداث الداخلية اللي صارت بينك، يهمني أشوف المقطع فقط بالنهاية. مهندس الصوت بعد يعطيني رسالة يقول ترى فيه مايكات خاصة للتصوير أو للتسجيل في هذه الأماكن. اليوم قدامك تحدي، نحن والله ودنا يوم من الايام نطلع اسماءكم عالميا مش محليا. اوكي يلا جميل.
الاسلوب كان غير واقعي بالمشهدين. انا اعتبره بالنسبه للراي الشخصي انه بالمشهدين كلها غير واقعي، بالمشهد اللي غطاه زميلي بالمشهد الثاني، لكن بالمشهد الاول كان مجرد انه رده بنفس الوقت اتصل على واحد امامه واعطاه اياه. وغالبا الشخص لما يصدر قرار واحد غالبا صعب التراجع عنه الا بموقف اخر، يعني يخرج، يعني اعطيته ايحاء واقعي شوي. في بعض الديكورات كان فيها سلبيه وذكرها اخوي عبد الرحمن، ولكن بالنهايه كل الشكر لكم اللي قدرتوا تسلطون على هالجانب. يعني بيض الله وجهك. تعليقك على زعلت من الشباب اكيد؟ لا والله بالعكس، كلامهم معك والله بنغيرهم الاسبوع الجاي ان شاء الله. كلامهم والله جدا صراحه العين والراس، يعني صحيح الاغلاط هذه طبعا واضحه لانه حكمنا طبعا في الوقت، وفعلا تحدي، وكان تحدي جدا صعب بالنسبه لنا هذا الفيلم. بس بقدر الامكان حتى لو كان يعني احنا شويه زي ما نقول حتى لو امكانياتنا بسيطه بنحاول نقدم الشيء الجميل، يعني نحاول نوصل رساله قدر ما يمكن. يلا اجل دقيقه بس، لان احنا بنؤمن انه الابداع مو شرط لازم كاميرا سينمائيه او معدات ضخمه عشان نقدر ننتج صوره كويسه. صح. اهم شيء يعني الفكر او المحتوى او الرساله اللي نبغى نوصلها، وهذا اللي احنا ترى قاعدين نسعى عليها. وانتقادات اللجنه هنا كانت في الصميم. صحيح. نعم. فلو تصور بكاميرا ايفون ترى يهمني. صحيح. ضروري، بس هذه من الاشياء اللي تعدلك. رائع جدا. واثني على كلامك الاخير، في اول حلقه استضافنا ابو عبد الرحمن سالنا قال ليش الفيديو مهم؟ اليوم الفيديو قوي جدا ومؤثر، فارجوكم لا تستهينون فيه، لا تستهين رسائلك اللي تبثها ترى تاثر وقويه وتاثر على الناس بشكل كبير وتبقى لانه ما يمحي. بالتالي لا تصور دائما الرجل السعودي او الطالب السعودي جاء من امريكا ومعه شهاده من امريكا انه واو هذا التوب وخلاص ما حد يوقف قدامه وهذا هو الصح. لا، لازم ترى يقابل ويجرب ولازم يخوض غمار التجربه. فاعطي دائما صور ايجابيه للناس قاعد يشاهدون. وهنا التاثير الحقيقي. انا ابغى بكره فعلا لما يشوفون مقطعك يقولون اعوذ بالله من الواسطه السلبيه. نعم صحيح. انا ودي يقولون كذا، يعني اليوم في تويتر اشوف واحد اعلان، شوف نسبه التاثير، يقول بعد هذا الإعلان اشتقت للسفر كذا، وإيش وتهيضت نفسي للسفر. هذا تأثير. أنا بكرة لو أشوف مقطعك ويجيني واحد سيء مثلا من أقارب يقول والله توسط لي يا فلان، ممكن أقول لا والله أنا أذكر مقطع زي كذا لها أثر سلبي. واضح؟ أمام بالتوفيق إن شاء الله. الله يخليك. موفق إن شاء الله. عبد العزيز اعتقد يا عبد العزيز حسين انت مصور والتحدي امامك الان، والفيلم الحين بندقق على جوده الصوره الحين. ايوه مصور. بس عندي اضافه، المقطع هذا صوره محمد التارز لان انا مثلت في الفيديو. ايوه. فصار تبديل بالوضع. بدينا يعني انا ما علاقه، حط خويها الترز. لا لا، المقام اللي قبل كلها انا صورتها، لكن هالمقطع عشان بجرب امثل. بس المقاطع اللي قبل كلكم فزتوا فيها وخدتوا درجات حلوه فيها. فشكلك خايف من المقطع. لا لا ابد. وبتحطه في محمد المسكين. لا لا ابد، ان طلع فيه خطا ولا شيء منك. طيب اوكي. نشوف المقطع الان شباب. طبعا عبد العزيز حسين هو مصور وايضا مخرج في فريق سينما العيال، وسينما العيال جهزوا لنا مقطع فيديو باسم تحت الطاولة. ايش تحت الطاولة؟ نشوف. حياكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم الأكثر تأثيرا برعاية المكتب التعاوني والدعوة وإرشاد توعية الجاليات بحلي، ووقفهم وقف الحياة في مكة المكرمة، ودورنا حقيقة في مثل هذه الأوقاف أن ندعمها. فشكرا حقيقة لكل من دعم، وجزاكم الله خيرا عنا وعن الأمة الإسلامية ككل، وكذلك لوالديكم لا تنسوهم. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا دورنا اليوم في هذا المجال. تحدي أمامكم كثير اليوم. أنت اللي مثلت، محمد هو اللي صور. خلينا نشوف الآن التحكي. محمد، من نبدأ في محمد؟ الله يسعدك. تشكرون على الفيلم، كان ملام لأكثر من موضوع. الاسم كان يعني يعتبر يجذب الشخص أو له جاذبية. أعجبتني كلمة لك، ما حسيت بها لكن أنا أثرت فيني، اللي هي قلت لو صار في خطأ كلنا مسؤولين. فهذه تعطي روح الجماعة بينكم أنكم متكاتفين. في موضوع بس بسيط ممكن يتطرق له الواحد أو لا، اللي هي موضوع السيارة. فكأنك أعطيت أنه الطبقة العليا والأغنياء هم اللي يوجد عندهم هذه الإشكاليات، والوسطى والفقيرة هي اللي ما عندهم الإشكاليات. فكأنك حطيت فيها زي ما تقول نوع من الجانب
ما أقول عنصري أو لكن تعتبر ممكن تعتبر سلبية نوعا ما. هذا بالنسبة لي. وضحت اللي هي كان في تكرار بعض المواقف، لكن أعجبني طريقة بعد مرور فترة الأضرار اللي صارت، المشاكل اللي صارت، الكفاءة الإدارية، وختمتها بطريقة جدا جيدة أنه استمرت الواصلة تسبب ضرر. فأشكركم، المقطع فيه جانب من التأثير قوي. جميل. أستاذ إبراهيم، وش معنى تحت الطاولة؟ واضح. وش معنى؟ المعروف عندنا يعني تحت الطاولة الأمور اللي تصير بالخفية وزيك رشوة. مصطلح تحت الطاولة هي الرشوة. جيد. والفيلم لا يعكس هذا الموضوع، يمكنك تقصد الفساد. جيد. فلو بحثت عن تعبير مباشر ممكن ترى يخدمك أكثر، لأن التعبيرات النمطية هذه تنفع العناوين الصحفية، تنفع الأشياء الإثارة، لكن أنت تبغى دائما الكلمة الواحدة أحيانا ترى تغني عن أكثر الأوصاف. فيلمك هذا والله كأنه يرد على الفيلم السابق، صراحة رائع جدا. أكد أن السعودي ما يأخذها فقط في الشهادات، إنما يأخذها هذا عنده رجل عنده شهادة وجاي بواسطة ومعه بيهم وملفها أخضر، ففي الأخير فالصو ما عنده شيء، ما عنده خبرة. التصوير الخارجي كان مميز صراحة، والإسقاطكم على جودة الشاب السعودي جيدة. ليتكم بس لو يعني في نهاية الفيلم انتقالاتك مرة روعة، ترى أنت قاعد تعطيني فقرة وفكرة وفقرة وفكرة مرة حلوة أعجبتني وانشديت معاه، بس لو أنك ما يعني أعطيتني شوي طاقة، أبي طاقة فرح، أبي طاقة إيجابية شوي، لا تخليني حزين يا أخي، ونهاية دائما مأساوية، كل الأفلام الثلاثة نهاية مأساوية وحزينة. هذا الحزن. لا أبي سعادة. في فساد بعد سعادة بعد فساد. أنا بإمكاني أختمها بشيء إيجابي. أنا ليش دائما أكون في النهاية دائما. الفيلم الأول طيب إيه؟ ما عجبك؟ ما فيه. الفيلم الأول انبسطته. أنا أريد أن ينتهي الفيلم وأنا مبتسم. هذا القصد. جيد. لو استبدلت يا إبراهيم على فكرة أنت صديقي مدى الحياة. لا لو استبدلت أنت يا أخي أنت تاج الابتسامة. لا يا صديقي اسمع، أنت الآن كأنك تنشر الابتسامة بشكل جيد، يعني ليش إحنا عشان نؤثر لازم نبكي الناس؟ لازم نبكي الناس صحيح. لو شوف، لو كان فكرتك صاحب المستبيشي اللي هو الشاب الأول، لو استبدلتها بأنه جاي يقدم مرة ثانية بأنه صار هو المستشار اللي يحل المشكلة اللي وقعوا فيها، لأنه خلال الفترة هذه لو حطيتها بعد سنتين مثلا أنه صار راح ودرس وتعلم وصار الآن اللي كان يتمنى يتوظف عندهم جاء عندهم يحل مشاكلهم، بتكون رائعة. وختمت وأعطيتني شوي نشوة. لكن اي هو ممكن نعدلها نخليها كذا، لكن فترة الفيديو ما تسمح. فترة الفيديو ترى عشان ما تصير اللقطات المبدع يستطيع فعل كل شيء. اي لكن جربنا كذا مرة نخلي اللقطات سريعة، المشاهد راح ما راح يجيب الفيديو لأن اللقطات كثيرة بمدة قصيرة. لا مو بمدة قصيرة، بعد تراكم زايدين انتم دقيقتين و30 ثواني بس، يعني مو بثواني 30 ثانية. كان المقطع 4 دقائق و50 ثانية. لو كان 50 دقيقة انا اقول لك كان زايد 30 ثانية، ذي التحدي اللي بيننا وبينك. و59 ثانية عند الشيخ، يمكن اكثر واحد ملتزم معنا اليوم اعتبرني يعني. ممكن يقصد استاذ ابراهيم حتى المشهد الاخير لو كان باسلوب غير بسيط استبدلتوه زي ما ذكر اخوي ابراهيم كان ممكن يكون مؤثر اكثر. يعني جبت واحد هو اللي حل المشكلة، ترى مو بلازم انها تكون لها سيناريو، يجيك كذا داخل قال المشكله عندي حلها انت، ما تاخذ منك ولا 3 ثواني يعني. عاد شو نسوي؟ خلص الجايات. الجايات طيب. عموما حقيقه رجل تحكم بيض الله وجيكم على هذا التقييم الجميل. خلونا نطلع فاصل قصير وناخذ تقييماتكم الخفيه، المفترض كل واحد منكم الان يعطي تقييم لزميله ونشوف كم نبي ناخذها، وبنعرض لنا اليوم عن تقييماتكم الخفيه، اما تقييم لجنه التحكيم نخليه الاسبوع القادم. فاصل نرجع لكم مشاهدينا الكرام. حياكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم الأكثر تأثيرا، ونشكر حقيقة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي على رعايته لهذا البرنامج. طيب طبعا باقي لكم الآن تقييم أستاذ عبد الرحمن. عبد الرحمن لاحق الله يعطيهم العافية. الحقيقة أخوي عبد العزيز والسينما العيال أفضل مشاهد شفتها، والحقيقة رسالة واضحة وجميلة. أضم صوتي لصوت أخوي إبراهيم في قضية العنوان ما كان موفق. دائما تحت الطاولة معروف أنها الرشوة أو أخذ مقابل خلال خدمة، لكن ممكن تبديل العنوان
مشهد جميل ورائع، في آثار، في نتيجة سلبية لهذه الواسطة اللي كانت تفتقرها وذكرناها في المشهد السابق ولاحظنا عليه. يعطيكم الصحة والعافية. الله يسعدك. إذن هذا لجنة التحكيم الآن قيمت كل واحد منكم، الله يعطيكم العافية. ما عاد بقى أمامي إلا دقائق معدودة، لكن سأخبركم من الفائز منكم، نصف فائز، لأن باقي اللجنة بنجمعها إن شاء الله الأسبوع القادم سنعلن النتائج، والتحدي أمام أعتقد عتباني كبير ترى. لكن اليوم فريق سينما العيال رشح فريق حنا كذا وأعطاك 30 درجة، وفريق فنون سينمائية رشح فريق حنا كذا وأعطاكم 45%، وفريق حنا كذا رشح فنون سينمائية ب50%. يعني من الفائز منكم؟ يعني إذا قلنا الترشيح كله اليوم رايح لحنا كذا، صح؟ أنت من رشحته؟ وأنت من رشحت؟ فنون. وأنت من رشحت؟ حنا كذا. حنا كذا، يعني مبروك لكم حنا كذا، فوز الصوت التصويت الخفي. وقدامكم تحدي كبير، اعتقد انه سيكون ان شاء الله الحلقه القادمه سنعرف بالضبط كيف ادارتها، ولجنه التحكيم سيحكمونا بهذا الشيء. طيب ودي بس اذا كان لكم وجهه نظر على الوقف، من سيبدا منكم؟ سامي، عبد العزيز؟ مشكله سامي، عبد العزيز. الوقف ممكن ما ينحصر على شيء معين، ممكن على اشياء كثير، منها مثلا ممكن الاف الاشخاص يسلمون على يدك، وانك ممكن تساعد في تفطير صيام. نعم، واشياء كثير. وعن ابي هريره في حديث، بس عن ابي هريره قال، نعم، ابي هريره رضي الله عنه، ان اذا مات معنى الحديث ان اذا مات الشخص ينقطع عمل الا من ثلاث: عمل صالح، او صدقه، او ابن يدعو له. صحيح. فالوقف ماله ما منحصر في شيء محدد، وهذا الشيء اللي احنا نسعى اليه حقيقه، بان واحد يقول لك خلي فلوسه تسبقه للاخره، وهذا شيء جميل. سامي، صراحة أنا أشوف وقف الحياة، أنا ما أقول وقف الحياة، هذا وقف لك بعد ما مات. يا سلام يا سلام، هو هذا ينفعك بعد ما مات. نعم. وربما بعد ينفعك قبل ما مات. فيه قصة يعني بسيطة حصلت مع أحد الشباب، تخبرون قبل 25 الواحد يصير شوي طفران. نعم. فمرة الصيدلية بيشتري له علاج، هو تعبان بيشتري له علاج، قال الصيدلاني علاج تكلفته تقريبا 300 و400 ريال. راح من الصراف حصل 200 ريال. اي. هو جاء عند الصراف، جت رساله مثل مكاتب الدعويه. فيوم شاف 200 ريال ما تكفي قيمه علاج، سحب 100 وال100 الثانيه تصدق به. هو يطلع خلاص ما علاج، قال بعد 25، بعد يمكن 4 ايام و5 ايام. زين. هو بالطريق كلمه واحد قال فلان تطلب 800 ريال حولت لك الان. الله. هو داور، شوف سبحان الله. الحمد لله. هذا شيء جميل. فأنا أقول الصدقة سبحان الله، يعني تراها يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تطفي بعد غضب الرب. الله يسعدك. فكثير يعني عن الصدقة لو نتكلم ما يكفي له ساعة، يعني ساعة ولا ساعتين. صحيح. يبي له يوم كامل حنا ما قضينا. وهذا دوركم أنتم اليوم. حتى أنا ودي محمد العتباني كذلك اليوم، هل تفكرون أنكم تسوون أفلام تعزز مثل هذه المبادئ، تعزز مبدأ الصدقة وصدقة الجارية والعمل الخير؟ الله، حاليا في الخطة المستقبلية اللي نبغى نسويها، اوريدي احنا فريقنا يعني حاليا بننتج افلام هادفة بس بطريقة غير مباشرة وبطريقة غامضة شوية. جيد. يعني احنا بنحاول، يعني باسمنا احنا فنون سينمائية، يعني بنحاول نخرج عن الاشياء التقليدية، عن الاشياء اللي تقريبا واضحة، يعني بنحاول نجيب اشياء ندمج بين الخيال والواقع. جميل. ممكن احيانا صح الواقع عندنا يضعف شوية، يعني زي ما انتم شايفين اسلوبنا، يعني احيانا في الافلام اكون احيانا الواقع مو ذاك الشيء الواضح يعني. بس احنا عندنا رؤيه، زي ما اقول رؤيه مستقبليه. حلو. الناس في المجتمع والشباب خلاص عارفين الصوره اللي احنا بنشوفها دائما، عارفين الروتين الكلاسيكي زي ما بيقول في كل الافلام. المشاهد يبغى يشوف شيء جديد، حتى لو كان الموضوع متكرر، حتى كان الموضوع معروف، بس بيشوفها بمنظور شيء ثاني. يعني انا اوريدي سويت فيلم عن الذميمه والقذف وال ممتاز، كلام سيء عموما، الكلام السيء عموما، بس جبتها بطريقه يعني ما هي يعني كيف اقول لك، انا حتى انتجت الفيلم اليوم، خلصته اليوم يعني. ما شاء الله. يعني ممتاز، شوفها قريب ان شاء الله في اليوتيوب ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. وهذا اللي ابغاه محمد. انا قلت لك مره غردت تغريده، قلت كم خيرا فعلت، كم خيرا فعلت، ليس للمفاخره
والمنة وإنما للسعادة. يعني أحيانا والله يا أخوان إحنا نحتاج أن نحسب ونعدد كم الأشياء اللي سويناها خير في حياتنا، عددها فتفكر فيها، تأملها، عزز المبدأ هذا في حياتك، علم أبنائك، علم أخوانك، علم أبوك وأمك. ترى واحد يعيش تعيس والله لأنه لم يفعل خيرا في حياته، وهذا شيء ترى خطير جدا، لأن إحنا أصلا بنينا على هذا النفع. محمد صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم للناس، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يعني الناس قد تخفي، ترى أنا أعتبر من يخفي منافعه ويخفي محاسنه، وأما بنعمة ربك فحدث، هو الشخص الضعيف الذي لا منافع لديه ولا خير عنده، فبالتالي يحاول أن يخفي هذا الشيء حتى لا يعني يحاسبه الآخرين عن ذلك. وهذا الشيء اللي ودنا احنا اليوم نعزز هذا المبدأ، سواء على المستوى الإعلامي، يمكن أستاذ إبراهيم ولا أستاذ عبد الرحمن أو أستاذ محمد، إيش رأيكم يعني كيف نعزز هذا المبدأ في النفع في البداية؟ عبد الرحمن، أول شيء أحب أقول للشباب، ترى أنت تكلمتوا عن الوقف، أي نتكلم عن الوقف، ترى عملكم وقف أيضا، وقف إعلامي ممتاز في اليوتيوب الآن، عدد المشاهدات تشتغل وأنت نايم في بيتك وأنت جالس وأنت رايح طالع، هذا خاص إذا كان قيمي. وأنا أدعو الشباب أننا نتشارك نحن وإياهم في تنمية عرقة ممتاز من خلال الأفلام هذه الجميلة وغيرها من الأفلام ينتجونها. جميل. النفع المتعدي حقيقة لا يكون في صورة واحدة ولا في شكل واحد، الذي يكتب سيناريو هذا يمارس عمل متعدي، الذي يصنع الصورة، الذي يمنتج، الذي جميل. يخرج، الذي يدخل الصوت إلى آخره. جميل. محمد ولا إبراهيم عندك تعليق؟ تفضل. اليوم لو تفتح الواتساب هناك عشرات الأخبار السلبية اللي تأتيك. صحيح. الوقف هو يعد من الأخبار الإيجابية اللي أتمنى أنها تكثر. يا سلام. صراحة في منصات التواصل الاجتماعي علينا، وإحنا كإعلاميين من الضروري جدا صراحة أن ندعو لتعزيز هذه المفاهيم وغرسها ونشر الوعي. يكفي حاليا أن نعي قضية الوقف وأهميته. شكرا لك أستاذ الرحمن على مبادرتك الرائعة في تبني لمن يريد من الشباب في جمعية التعاونية بعرقة. الله يعطيكم ألف عافية صراحة. هذا هو الدور المطلوب صراحة، الشباب لديهم القدرة صح ويحتاجون إلى الخبرة ويظهر صح أمام الناس. سيد محمد. الله يسعدك. لو قلنا الوقف أنا أؤمن فيه أن ما يقارب من 70% من مشاكلنا اللي نشوفها سواء مالية أو بعض المشاكل حتى الإدارية، أتوقع لو الأوقاف زادت عندنا أتوقع هي الحل لهذا الجانب. أضيف نقطة بسيطة، شفت الشباب أجمعوا كلهم على موضوع واحد اللي هو الواسطة. نعم. أنا أتوقع أن الفساد الإداري موضوع جدا كبير، من أداء داخل الرشوة، عد الدوامات، أشياء جدا كبيرة. فكنت أنا هذا الملاحظة البسيطة اللي هو لو أجمعنا كان في اختلافات من ناحية المقاطع. وهذا كلام طبعا تزاد كلام محمد، أنه فعلا لا نحكم أو يعني نقلل من قضية الفساد الإداري ككل في مسألة الواسطة أو هذا المجال، بالعكس هناك مجالات أخرى. ممكن اللي ما يتابعنا الآن يفكر بأن مثل هذه الأثار إيجابية. شوف اليوم الشباب مبسوطين وأنا أشعر فعلا بسعادتكم سواء فزتم ولا ما فزتم، لكن أشعر بأن ما قدمتم حقيقة هو أثر شاهدوه عشرات الآلاف من الناس، كلهم قالوا شكرا لكم وانتبهنا والدال على الخير كفاعله. فاليوم أنتم جزاكم الله خير، قدمتم رسالة جميلة، نسأل سبحانه وتعالى أن نشارككم نحن كذلك الأجر في ما قدمتموه من خلال قناة بداية ولا مكتب التعاون للدعوة والإرشاد، فلهم جزيل الشكر والتقدير على رعايتهم هذا البرنامج، وشكرا لكم على وجودكم. والتحدي أمامكم، الأسبوع القادم سيكون نتيجة واضحة وسيكون ترشيح وفقا لمنهج المسابقة اللي طرحنا. شكرا أستاذ إبراهيم. شكرا لك. شكرا أستاذ عبد الرحمن. شكرا أستاذ محمد. وشكرا محمد وفاسامي وعبد العزيز. نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم مشاهدينا الكرام في نفس الموعد والأكثر تأثيرا، وتحدي جديد بين الفرق الثلاثة وموضوع جديد. تابعونا على حساباتنا على تويتر لتعرفوا ماذا سنتحدث عن الأسبوع القادم، لنكون أكثر تأثيرا لا إثارة. إلى اللقاء.